بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أحبائي في الله، ودرسنتي كتاب كاني حديث كأها لما رعب حي براء بقول حديث، وحانو سوقاني شنشن بانو أغرييني مرة قاركود لح انت بدن شنبانو أغرينا إن شاء الله حديث كوبي يلباتنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. رواه البخاري. حديث كان وحاورين يا سو صاري بان اتشيدا الامام البخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. ابو هريره وحوليهي نبي قايل صلى الله عليه واله وسلم: ما اسفل من الكعبين. حديث كان وحوكال يا قابك اي رجل ضرك وحدان وانا قضى مهيمه أو إن الوالدين تنكبر أروغان أي مهمتا هاي معلمين تا وحبريسا إلمها أي مربيين تا أي دوني إن يسو ساران جيل نبي محمد صلى الله عليه وسلم كد إذانا إن يبران والغا مرمانا نضوع الحوق ساران الشريعة أنه وحبك كمتغين قابك مسخوش الله قالو قابك درك الله حدو كعمت أي مدنت أنتظر إلا وعنه شريعة ذو إحبك متين قاب كهذا بدر حنا شذا وفي صلا رجع الله الله يا دمر كمي نبي صلى الله عليه وسلم حين ما أسفل وحي كهوس مرة من الكعبين لبدا أنقو أنقو اللغها لغها لبدا اللفوت أنقو اللوية كأنه وحي كهوس مرة ومن الإزار در حنا لكن الله حرم يوم أما خميس النقض أما الزروال هالنقض أما معاويس هالنقض وحا أي درق أي حتنان حديب اللبضة أنقو أي كهو سمران نبي أنه صلى الله عليه وسلم وحوليه إنت أي مرض قريسي أي أنقو كهو سيئ في النار أبال كذا النار بلغد يا مالين تقيام يعني النار بلغين يا إنت ناقفك لو قلنا يا نار نعوذ بالله تبارك وتعالى. ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار رواية كلفة في النار وحكاه اسمرا لبدا أنقو إعدار حرشاء أو رقو نرك أي قبان كمدأ أو أما خميسك أو لبدا أنقو كاه اسمرا أما زروالك أو لبدا أنقو كاه اسمرا أما محاوست أو لبضة أنقو كسهوس مرتوح إلى حدبة إنت سي مرضى أنقو كهوس إيا نبي صلى الله عليه وسلم حوليها هي نار تأيا لو قلنا يا مال انت قيام. إذا الحديث كوا حديث عظيم عجيب خطر أبو بكر بأوي من نبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا مرضى إذا هوس بإيجاب دعضا إلا أن أتعاهد إن كد ذا لما أهني أبو بكر وحلقوا لي أذوكما جرتيت كوا كبير كأرنكا أسامينيا أبو بكر مركا تسكيا لسي وونا دوبنا وحونا يلي إلا أن أتعاهد إن أن دادالا ما أهاني أذو ما داداشا مركا هوري بس مركا هوري مرادا صوق عبسانا يسابا إذ هرقانكا جيسان يسابا هل كاسد جيستا رقا دار حراشادو دوا وحا أنقا وكا كوريا المهينا وإن أنبرو هديكا المها قسو مجعيد والدك الله الله يا المها قسوة متشعري أنا وأنا كنت أشيء سنابا كوي سروال القاب يضع هذا كوي سروال هذا القاب نائي كوي تفتح نائي كوي محل إلى هذا سر خميس هذا القاب نائي حركة سوقف وين أو مركز كوسو بحال هذا خميس قاب ساق وإيجي ها كل أيام بن هذا قدام نبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المها قسوة متشعري قان جاركا بر مركز الله حدو النجم مشكلة ده إنه المها انتظوا ما مرنا عنا أمبارنا هنا سيد اللجاجة دون يو إلى انتظا أوبرتو أقول الدداشو يا اللجاجة دون يا عذاب كان إلى أوبرتو وحلو وقالوا
وأي كميتة قاب كدرك الله حلو ما در أنت نمسلا بس ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار لبدا أنقو وحي كهوسي أو در حرشاء ساحيب كي نار بلو قليا قاربا وحي اسكو ديان إلي دهان ما يحرقا لولا چيدا حرقا دوا قلبي وحكو جرا حديث أبو داود كان وحوليه إسبالك أسقاب من المخيلة أسقاب حرقا كبيرا أنا قلبي من كجرا مي بدا قال ميدك سروالك قاب صدي أما خميسك قاب صدي هدو كبير أو قاب صدي كور أيضا لفت هذا وحو قاب صدي با هدي با كبير تاي إيا استوستوس ما عاد قلت لي كبيركو أما قابسو أما ديريسو كبيركو واشي قوليك أوحن لكن نبي محمد باكار ريبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار حديث كاللبي الله باتنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه رواه البخاري حديث كان الإمام البخاري باصو الصاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة وحليه النبي وحويلي صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ملائكة ويؤد عيسى على أحدكم من إذنك إذن كاملة ما دام في مصلاه الذي صلى فيه انت أوفر يا ميش وكنت كذي انت أوقف كفر يا ماشي وكنت كذي ملائك بأدعين ملائك تندع عدد ومقبول عند الله قارمة ما لم يحدث هدينا ويسدو كتشبين أو ما لم يحدث رواية كلا هدوس الشيكين أو شيكة دنيوي أهدوس الجرين شيكة الدنيا ذا بابور باسوق يا لئيو ألابا لسوتش بيه ماما غشي إيو هدينا أهرمات دنيوي أوس الجرين وما لم يحدث أما أين ويسدو كتشبين وما لم يحدث ملائكتم حيدي تقولوا حيلا اللهم اغفر له الله يود أردن بداف اللهم ارحمه الله النحريس الله أكبر الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وحال لقودي رجالين لها لقودي رجالين يا قفك مسلم كأهو ماشات كنت كتيب الحوغا إنات كن نجاته وآت تصبيح ستو وصدني صدح جير سبحان الله صدني صدح جير والحمد لله صدني صدح جير الله أكبر مركب بغل لا إله إلا الله وحده اللهم أنت السلام ومنك السلام بل دعوينك أذكارتي قل هو الله آية الكرسي بل ترتيب حديث عظيم هو وين وهدان دوني إنه إنه الله نون نحرست وهدان دوني نملكت إنه دعيسو حديث كالله باتني صدحات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري حديث البخاري بصو سارية من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة وحوليه نبي وحوليه صلى الله عليه وسلم كل أمتي لما أمت ضيئة أمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولب أمته إيش الإجابة أمت النبي قال الله قيبية صلى الله عليه وسلم أمت وحالي أمة الدعوة قال يا مسلم بسوق لي منه وحال أمة الإجابة وإن ترى علي الرميسي إلهي أن نقدر وأنكو جرنا بإذن الله تبارك وتعالى إلهي أن نقصه اللهم آمين إذا النبي صلى الله عليه وسلم حليه كل أمتي لما أمة بيضة أردن
يدخلون الجنة جنة يقلي دونان إلا من أبا قفك رحمهاني مربو أوه ما دون أيو قفك رحمهاني قفك رحم مربو ماهاني انت كلا الجنة يقلي أرن كان صحابة وليابة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى رسول كلاه يا بديني كرا الجنة ضاد جنة يا بديني كرا الجنة رب العالمين يا ديني كرا هذا السبب كان اللي هو قال له قال في رماش هو صباح النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني النبي قال عليه الصلاة والسلام قفك أنيق أطيعة قفك أنيق ودد إذا قاضى قفك أنيق أمر كيق قاطة قفك وحان كرب كهرة دخل الجنة حتما جنة وقليا ساسو النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام ومن عصاني قفك إغو عاصية قفك أمر كيغا قاذن وايا قفك قول كيغا إيا قول كيسا كيسا هرمريا قفك عمل كي أنك أمري وحكا لكو درؤو بدعا إله أغو دوالة تبارك وتعالى قف كاسي معنى هذا فقد أبا واديدي حيكا لغانتاي جنة مرّبو حيكا لغانتاي جنة دي واديدي خطر صبا من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا وإن أنه برمرك حديث كاليو أحاديث يدا سومرين وحي معنى هذو أيهين النبي محمد الرعو صلى الله عليه وسلم النبي محمد دين تلقى قد ضيضو هدان تكنين وين أسيرك قد ضيضو صح هدان شيء عبادة السمعين إنو عبادة وين أسيرك قد ضيضو صح هدان حجية إنو عبادة سوق ليه وإن حجك أسيرك قد ضيضو صح هدان غيرت لقانا إنو عرور تربية سنة إنو لقالة عن سمعي سنة إنو نورش إنو أولا إلهي رسول بالي قال تبارك جل وعلا قل إن صلاتي أي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن لله رب العالمين لا شريك له إذا نرش هذا رياله حياتنا رياله جريدة رياله قورعة رياله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إذا الله يا رسول قرآن كيسين بدن بذكرتن ومن يطع الرسول ومن يطع الله هو الرسول من أطاع الرسول فقد أطاع الله من أطاعني إلى آخره متابعة لقدورية اعتصام بالكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء هذا تكون مرنتان فردوه إلى الله والرسول الله يا رسول علي نور المدونين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إلهي رسول كيس أجيب إذا دعاكم لما يحييكم هذا إذن كي يران وحيدا نوليا دي تودن بأمركا نوللا حديث كامركا أنكو برارون هو حديث عظيم حديث كالباتل إيا أفراد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما رواه البخاري حديث كالبخاري بصوصارية من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة وحوليه نبي وحويري صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل قفكها دوله ومن باب التغليب رجل دمربا إذا قال الرجل قفكها دوله لأخيه المسلم لأخيه ولا الكيسك لأ مسلم كأه حدو كله يا كافر قال يهو فقد باء ونقمي به هذا الكاس أحدهما متكود بو كل لابنيا لابدو ذا متكمي ذا بو هذا الكاس ديب أوغو النقم حديث كان معنيه سو ويوت المامي قفك هديما مر إسلام نمدي سلهو بو أو إسلام نمدي سو أي سحصون نقطي وحو إسلام ماذا كيبحي كروا الدليل كلو عد وحامرك قفك مسلم كالديد إياه قفك هذه خلافتان بينها تكون هذا قال باطاي كافر باطاي مرتد باطاي منافق باطاي مجرم باطاي في فاسق باطاي تاسع الديد إياه
أحكام تنوع أنا قفك أنا دش إسكا تورتو أدي غون هوب سنين أدي غون أوغين قفك يوحو كن نغضي قال كن نغضي أو إسلام لماذا أو كجب حي أو مرتد أو كن نغضي أدي غون دليل عد سيدا قرح ذا أو عد أو لا وقف أين كم رمينين أدي غون أو هي سنين إن القف هذا هو كافر أما هو مرتد sida maanta kaararka yar la qeyqeybiyo ee qofka wax yar iskhilaaftaan baad ku tuureyso waana maanta bulshada muslimiinta qeyba ayaa lagu imtixaamay waana firqooyinka takfiirka ee dhiiga muslimiinta banaysta calaamadaha lagu yaqaan cidda iskhilaafaan ba inay waa gaal waa camiil waa faasiq inay dhahaan taa macnaheedu kama wado qofka inuu sagaaloobi karin qofku waa gaaloobi kara way dhacday inuu gaaloobo oo ashyaa cad uu islaamka kaga baxo qofkaasi hadduuba islaamnimadiisu ay burto oo nas cad ay ku burto asna in la dhoodhoobo islaamku ma qabo la waa arrinta irjaaga loo yaqaano wey fikirkale fikrul irjaaga wey kaana waa fikru takfiiri waalicitizaali iyo waxaa la yidhahda walkhawaarij afkaartooda wey أهل السنة والجماعة اللبضن بيود حيان من ثبت إسلامه بيقين قفك أي سنات إسلام مديسو قال لما الله ما سارك إلا يقين إيا برهان عد ليس عليه محال إلا من الله برهان أيضا يعني وح إن بحجان له هين وكو تشوي كرا إسلامك الله لما أهن إسلامك الله ما سارك انت أصدر هو مسألة دينية ذلك marka dadka caadada ka dhigtay inay muslimiinta iska gaalaysiiyaan sabab la'aan sharci ah arrintaasi waciid adag baa ku soo arooray waxaad isu soo rashaxdaa ood isu soo taagtaa kelimadaasi hadday ninka uu noqon weydo inay adiga dusha kaa fuulayso oo adigu aad kaafir noqonayso ku talagal khatarteeday noqon kartaa yacnii inaad cadaab ku geli kartaba idaa qaala arrajulu liakhiihi yaa kaafir dadka qaar baa haddii inay dadku gaaloobi karinna u haystaba oo wax gaalnimo ku dhici laa ilaha illa allah qofka duu dhaho khalaas wey laa ilaha illa allah waa kelimo weyn laakiin nawaaqid bay leedahay la socotaana idaa qaala arrajulu liakhiihi yaa kaafir ninku hadduu walaalkii ku dhaho gaal yahow faqad baa'a bihi axaduhumaa kelimadaa midkood bay dib oogu laabanaysaa rawaa albukhaari xadiidka maanta darsigeenna ugu dambeeya ee shan iyo labaatanaad عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها وقابي حديثكم إنت وكدر رواه مسلم حديث كالإمام مسلم باورينيا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو هريرة وحوليه نبي وحولي صلى الله عليه وسلم لله الله الله حديث كم حكى الله توبة قيمها إلى هذا توبة قيمة إلى هذا الله أعلم رسالة ولا لها سواء أروريه لماذا حديث ثبت إسكو حجسية دم كاسي دم بوين قف قف مسلم يا كافر كلها ودم بوين تاي أي حديث كان المودة ولا له إلى أدورتين وكحبه لله أله أي أشد درا فرحا من فرح إلهي ما كفر حتام بضن بتوبة أحدكم من أحدكم بضالتي أحد إذن كذن كميدا مركو التوبات كانوا أحد إذن كذن كميدا مركو التوبات كانوا إلهي أصى النغضو إلهي تبارك وتعالى وكفرها وحون فرحيس أكبدا يهي من أحدكم بضالته نن إذن كذن كميدا بالذي سهلي وحي كردو ما يهلي سيدو أفرحه أوكلا إذا وجدها مركو يهلو كدرم بو الله أفرحه بالاختصار si kooban oo gaaban xadiidkan sababta uu ahaa aan idiin sheego nin baa safray gaadiid buu qaatay geer neefriti iyo wax lamida wuxuu saartay wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu cabbi lahaa safar dheer buu galay markuu meel cidla a socdo ayuu daalay geed buu wax yar hoos seexday ritigiina waa sii daayey ratigii baa dhumay indhuhu kala qaaday ninkii
غيتي بو رادي ميدي بيدي حوري قدال واواي ماش وكي من هدو له ديب او نقو اون بو دمانيا يا جاتش ماش وص على هدو له ادنا اوري جاتش دمانيا نكري وحو حقيق صدي انو دمانيو طيب وحو يسيري مربا وات دماني ساي جيت كهوسي سكادمو نكا صغو فكرة يو او جيت كهوسي فا ايو الهي الرحمة دي سكو سودت مركاسو ان لها اسكو قبت سكنو مركاسو كلا قاضي هدنا سرتيجي سي او دول داق او دول تاقم باركي او عمتدين سيدة عبيتان كنا ولي سيدة مركاسو ننك انتو فرحي او فرحة دي كبضتي ايو كلمة قال لما اكو هالي وحيري اللهم انت عبدي وانا ربك وحيري الهي وادو ادون كي يباتهاي انا يراكيكو ابو رانا فرحي باكبت نبي قاس اعذر داريو يري أخطأ من شدة الفرح ننكا وحو هذا الكا او دومري او صوابك اوقفي او خلطك اوقلي فرح درادي اللو مقبن ايو حالا قفك برك اللي قالي سين ايو وحاد اوغاتان حديث كان حديث كارو اسكو حليهين عجيبة كلمة كستو او قف قفوكو هالو قال لما اما فعل كستو او قال لما او قف كدعا واشي قال لما لكن قفك اوحا كدعا قصب ما هنوكو قالو بكرو وحاجر وحل إلى تحقيق الشروط وانتفاء الموانع علماء العقيدة بسيفي عن أيقان تخصص كعقائد كذلك بسيفي عن أيقان قف كان الشروط لقد دوني إنه للغيره إيا وحيابا لقد دوني إلا قوى يبا أدي ذكرى محاكمة الجهل وحاكمة محاكمة خطأ إذن ننكا ما أنت مقالوا بين خطأ بعرف كيسي صومري خطأ أنا قال لمو قرسي كلمة هو قال لمو لكن صاحب كان مقالوا بين أخطأ من شدة الفرح أي نبي يقول صلى الله عليه وسلم مركز نبي حديث كان أغلي إلى الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته مركز إلهي وحو نتش علي سيرا يا توبة إلا أساق كن غن أساق الله بن توبوا إلى الله جميعا ربي الله تكلجي أيها المؤمنون والذي بارس لعلك تفلحون من تاب تاب الله قفك توبت كان إلهي بك توبت أكبر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حتى هذا توبت كان تحمان تبا وناك إلهي كقول بدلي تبارك جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إن بذنبوا والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة إن بذنب إلهي التوبت كان تضبات يبقل جير بقول يتضرات الانتبا نبي قواشي صلى الله عليه وسلم إلهي وحن كبرين وطوضا يدا أقبره إلهي وحن كبرين دين تئينو نفهم سيو فهم نبأ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه انت نوكك كل من حلقة انتناهين وحالي ذكي قلتك يا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.